بخير. عم تحكي معي؟ شايفتيني يعني؟ حاسة انه الموجود ما؟ وإلا ما كنتي حكيتي معي؟ ليش اجيتي؟ كنتي خليكي ما بعرف وين؟ لا بتعرف وين. شو عرفني؟ رامز عيب تحكي معي هيك. عيب. وطلعتي بتعرفي العيب كمان. عملت حادث. شو هي؟ حجة جديدة مشان تنفدي حالك مثل العادة؟ مثل العادة؟ أنو عادة هي؟ هي أول طلعة لي من البيت من أكثر من شهر ونزلت فيها لعند أهلي. دقيت لك مشان خبرك إني رحت لعند نوار ما رديت. تركت مع بابا عنوان الصالة مشان تعرف وين أنا. شو ممكن ساوي أكثر من هيك؟ بس أنت اللي مثل العادة. عملت حادث وما صدقتني مثل العادة. تفضل انزل شوف السيارة، أنا كنت رح موت. تفضلي. إمتى دقيتي لي؟ ما أنت مثل العادة، محيت لي مكالماتي. بكل الأحوال الله يسلمك رامز، شكرا. السيارة صار بدها تصليح. مين كان معك بالسيارة لحتى ما عملتي الضوء؟ ليش أصلا ما اتصلتي فيني لحتى إجي إلى عن أبوه على أبو منين جاي؟ أنت اللي كنتي عم تسوقيها للسيارة ولا كان جنبك حدا لحتى خفتي كتبتي الضوء؟ رامز لا تسمعي للقصة، أنا عم حاكيكي منطقي. أنت من دمك قلت لي بس زلمة ما فيكي والحق عليه 100% والسيارة تحت مطبشة مكسرة بدها 50-60 ألف ليرة لحتى تتصلح. إيه طمن، بابا عاملها تأمين شامل وأجرة تصليحها ما رح تكلف أكثر من 15-16 ألف، لا تشوف أرقام من عندك إذا بتريد. بابا عاملها تأمين شامل، كثير حلو. وخياسة على مين؟ بكرة على البيع أنا بتخارف على الأقل ب 100 ألف ليرة. رامز كبر حقلك، شو بك؟ بعدين وطي صوتك تاني نايم. الشاب اللي دخل بسيارتي عمره يا دوب 19 سنة وعسكري هبيان، ما معه مصاري يصلح لي، وإذا عملت ضبط ما رح أستفيد شيء، لأنه رح ينزتب شي سجن عسكري شهرين وثلاثة ويتبهدل فوق ما هو مبهدل. الحادث ما صار لأنه طايش، الحادث صار لأنه سيارته هرتك ما بتسوى، منيح هيك؟ أنا شو بدي بهالحكي كله؟ شو؟ عم تدافع عنه؟ عجبك؟ ولك أنت شو بدك؟ لشو بدك توصل؟ بدك نتخانق؟ ماشي أنا غلطانة وحقك علي وآسفة وبعتذر. أنا ما بدي أتخانق معك، هذا موضوع سخيف، بس فيك تفهميني ليش شايل الصور؟ والهدول كمان صاروا عم يساوي لك عصبي، لأنه الحمد لله كل شيء بحياتنا صار عم يساوي لك عصبي، ولك أنا تيم صرت خايف عليه منك. ومع ذلك كل هذا ما أنا مهم. فيك تشرحي لي شو اللي طلعك بنص الليل لحالك؟ عم خونك ومو مع واحد مع مية، منيح هيك؟ بترفع دعوة وبتجيب شهود وقرائن وقتها بنتحرك بالدعوة على أساس إنه يعني في مانع أخلاقي بينك وبين أخوك، مشان هيك ما عملت عقود. طيب يعني هلا الدعوة هي بالأخير بيطلع منها شيء؟ على شو عم تتوتوتوا؟ أهلا، على أساس أنت تعبانة ونعسانة وما بتقدري تسهري معنا. وين هربت؟ هربت؟ ليش أنا عم بقدر أهرب من شيء؟ على ما يبدو أبسعت تعبك كثير. ليش هيك سويتيها؟ يعني أنا كنت بسوي لك إياها براسي. وين غاطت أنت؟ ما عدنا شفناك إلا بالمناسبات والأعياد الرسمية. وين بدي غطي يا كريمة؟ شغل وأكل هوا، ما أنت بتعرفي. لا والله ما بعرف، وعم توصلني أخبار أنا وأبوك، شي كان وشي ما كان. طيب خلص بوعدك تاني مرة إجي على بكير وأقعد وأحكي لك، بس هلأ تأخرت على البيت ولازم أروح. سعد، مو من عادتك تلف وتدور ولا عم تتطبع بطباع أبوك؟ بعرف إنك ما عم تنام بالبيت، وبعرف إنك عم تنام بالمكتب اللي لهلأ ما ورجيتنا إياه، وأبوك عن جد زعلان. طيب قبل ما تحكي لي قصصك احكي لي شو عم بيصير مع أبوك، لأنه كل هالعمر ما كفى أنه يثق فيني ويحكي لي. عود. شو أستاذ؟ روح تيسر على بيتك أحسن ما تأخر على مرتك. يلا حبيبي يلا. أسف كريمي. الله معك. قهوتك طيبة. إيه بدك تشربها؟ نعم. نعم.
أماني أماني حبيبتي والله ما كان قصدي. يعني أنت كمان طولي بالك علي شوي، يعني أنا لا بس أنا تعبانة بدي نام. طب أنا كمان ما بيهون علي إنك تنامي، أنت زعلانة مني؟ ما أعرف زعلانة. طيب شو لك أنا؟ ماني زعلانة منك. أماني زعلانة على حالي. أنت معك حق، بس يعني أنا بحبك، شو ساوي يعني؟ بحبك وبغار عليك، بغار يعني اعتبريني مجنون، اعتبريني مجنون. بس يعني في رجال بيحب مرة ما بغار عليها؟ رامز شو مطلوب مني؟ شو ممكن ساوي لحتى نعيش مثلنا مثل كل الناس مبسوطين؟ حتى نضحك مثلا؟ بتقدر تقلي امتى اخر مرة قعدنا فيها وضحكنا؟ بتقدر؟ معك حق، اتصفني لما تسكر. أماني أماني الشغل دائر، الأسواق واقفة، لا بيعة ولا شروة، بدنا نتحمل بعض. كلها تفترة بتمر القصة، كلها تفترة وبتمر. من أول ما تجوزنا وأنت بتقلي هاد الحكي أنا رح تقرأ، بس رح تقرأ لك سارة ما عم بتعرف على حالي، سارة وحدة نكدية، يا معصمة طول الوقت يا عم ببكي لك، حتى تايم ما بعرف لعبه ولا عم بعرف سلي، حاسة علي ضايق خلقه طول النهار قاعدة محبوسة بين أربع حيطان لحالي وأنت بالشغل، حتى لما بترجع بالشغل أنت خلص 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 روقي خلص لا تبكي، كله بيتغير، كله بصير أحسن، خلص كله بيتغير. شو هو الشيء اللي حيصير لحتى يغير حياتنا؟ هيك رح في الصباح نلاقي حالنا تغيرنا. خلص فترة بتمر وبنقعد بنحكي. تمرق هي الفترة بتجي فترة، تمرق هي الفترة بتجي فترة، فترة وفترة 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 وفترة. لكن خلصنا ولو خلصنا، شفتي مين عم يصعب على القصة؟ قلت لك نعسانة وبدي نام، ما خليتني. صباح الخير. أماني أماني إذا بدك خلص هلا بنقعد بنحكي، بس يعني طيب يا ستي بنقعد وبنحكي وبدون بس، منيح أماني نعيد من الأول.